عم بسألك عن الأبراج وعن التوقعات. إذا بتقرأ برجك، ما بتقرأ برجك يومياً أبداً؟ أبداً. مرة بالسنة؟ ولا تنطر شي ماجي فرح؟ خلينا نستقبل سوا ماجي فرح. عم تمزح. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. مساء الخير. أول شيء أهلا وسهلا، ولكن أنا زعلانة ببداية هيدي الحلقة لأنه جو ما عم بتابع أخبار الكواكب. من هيك بقول لك يا عزيزي جو إنه الصيفية ما رح تكون كتير والعانة مثل ما أنت منتظر، وعكس اللي قالته ليلى عبد اللطيف للأسف إنه أقول هيدا الموضوع. نعم، بتحب تسألني شيء بيير؟ بس مثل ما شفنا من جو ما بيحبك. لا لا، انا بحبك كشخص، بس انا ما بحب الابراج. فكره الابراج ايه؟ لا انا ست ماجي بموت فيها، هو يعني ما بيقدر ما يقول غير هيك يمكن. هلا على صعيد نحن اصدقاء، خاصه اذا انت بوجهي يعني. يعني ايه طبعا ما في يقول غير هيك. كنت حابه، كنتوا عم تسالوا سؤال اللي هو تام. شو وضع الدلو السنه؟ وضع الدلو بدي اقول شغله عامه، الكواكب كلها صرنا محتارين، بس انا كان تركيزي خلال هيدي الفتره الاخيره قبل ما اجي على حلقتك يا عزيزي بيير، كنت عم شوف وتابع عمرو دياب اذا في خيانه مع دينا الشربيني وغيرهم. لا كان بهمني الموضوع كثير، وكان اخذ مساحه كثير كبيره، فلا اتضح انه المشاعر مختلفه عن ما نحن بنشوف. بالنسبه كنتوا عم تحكوا عن الاعشاب ولا ما صح؟ اذا انا مع او ضد، بدي اقول شغله انه فيني اكون مع ولكن مضطر اكون ضد، لانه بفترات حزيران الى اب حيكون مع ارتفاع درجه الحراره، لحيكون كوكب زحل صار تانجان 90 درجه مع كوكب اورانوس، رح يشكلوا تحالف معاكس مع الاعشاب والنباتات. فمن هون ما بقى بنقدر نحن اذا كنا مع الاعشاب رح نقدر نستعين فيهم، الا اذا كان زين الاتيت طبعا بيعمل العجائب وبتلاقوا اللي بدكم اياه. نعم، يعني هذا اللي بقدر اقوله. شو عندك توقعات اليوم لفنانين ونجوم حابه تحكيون؟ مش كتير حابه احكي عن الفنانين والنجوم. انا كان في مارسيو موجود معكم، يعني وينوي ومارسيو بدي اقول اني انا كنت تابعه لهالفصعون الزغطور من هو صغير، طبعا بمراقباتي للكواكب ودراساتي وابحاثاتي، كان عم بيقفز من كوكب المريخ لبلوتون لشفناه اليوم بكوكب الام تي في. اهلا وسهلا فيك يعني مارسيو، انا بحبك كثير، يعني شو هالبراء والاجواء الحلوه اللي عم تمتعنا فيها. على كل الجو العام اللي شايفته موجود عليكم في حزن في غم، انا بشوف انه لازم تطلعوا من هيدا الموضوع. هي بدها ماجي فرح تشوفيها. نعم. نعم نعم. على كل نحن بدنا ننتقل على فكرة فنانين، أنا جاي لأتوقع لفنانين أكثر. منبلش مع أول فنانة بيير صح؟ لكن أول فنانة بتتفضل سونغ تتفضل. أول فنانة موجودة معنا؟ نعم، بدنا نتوقع على لأنه وجودة توقعات الفنانات. عنا كارين رزق الله.